انا ترشحت للرئاسيات تاع 2019 18 2019، يعني ان شاء الله باش نكون رئيس الجمهوريه ان شاء الله، وان شاء الله البرنامج تاعي يعني باش الحراقه هذه راهي بزاف الناس هي تموت، ماذا بيا ان شاء الله صاحب وقت في اللي خدم بارك الله فيه، ان شاء ماشي ما رشاش، ولكن قلت له ما كملش كمل البرنامج تاعو، يعني نوفر سكنات لائقه ونوفر الخدمه، لان كاين ناس عندهم لا كاباسيتي جان صغار يعني قاريين، حتى اللي ماشي قاريين ندخلهم في المعهد التكوين ونخلقوا لهم شغل. اللي ترشح ونجح ربي، وانا مهم اللي نجحت لا ما نجحت، المهم مشاركه. والله ما حبيت نخليها سكري ونقدمها للنهار نديها. عبد العزيز بوتفليقه راك زهيت لنا البلاد، يعني فرحت البلاد، يعني ما حبيتش نقول فيها بزاف كلمات، يعني ما نسمى مراجعهم مليح، كتبتهم يعني عندي واحد اليومين اللي كتبتهم، راح ندخلهم استديو تاع برج كيفان، استديو تاع حسين بيفرو، سان هاوس ان شاء الله، وراني يعني غنيت بزاف من قبل.